من بوابة العالم التقني تنطلق مختلف التطبيقات لخدمات إلكترونية أفضل، ومن باب الأمن والاهتمام بسلامة الطلاب أطلقت عمانتل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم نظام درب السلامة. يرسل النظام 4 إشعارات لولي الأمر قبل وصول الحافلة للمنزل صباحاً، تشعر ولي الأمر بقرب وصول الحافلة. تكون كل حافلة مزودة بكاميرا مراقبة أو مستشعر. تمكن وزارة التربية والتعليم من التعرف على نشاط قائد الحافلة ولتساعده بالقيام بجميع واجباته والتزاماته لضمان سلامة الطلاب. عند وصول الطالب إلى المدرسة تشعر ولي الأمر بوصول الحافلة للمدرسة. عند خروج الحافلة من المدرسة للمنزل تشعر ولي الأمر بقرب وصول الحافلة للمنزل. عند وصول الحافلة للمنزل وخروج الطالب من الحافلة يتم إشعار ولي الأمر. ولأن سلامة طلابنا من أولوياتنا، مع نظام درب السلامة نرفع من ثقة أولياء الأمور بسائقي الحافلات المدرسية.